تم أمس تكريم مجموعة من إطارات ولاية الجلفة العاملين على مستوى المديريات العامة بالعاصمة، وذلك من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين. التغطية كانت لعلي ومروان خليفة. اليوم بينت باللي كان عمل جبار للأمانة الولاية، بحيث راكم شفتوا وجود عدد كبير من إطارات الشبانية. ده طبعا ما جاش من فراغ، جاب مجهودات جبارة من فروعنا النقابية واتحاداتنا المحلية وأمان الولاية وكل العاملات وعمالهم، وكذلك أثني بالانضباط الموجود عندنا. لكن الأمنية ومن بينها قطاع الجمارك، قطاع الجمارك كان من بين الرجال والذين كانوا سدا منيعا في الصفوف الأولى على مستوى المطارات والموانئ، والذين ساهموا بشكل كبير وخاصة في حماية الاقتصاد الوطني في هذا الجائحة. بتكريمينا مجهود ما قضينا في مدة العمل لمدة 32 سنة، أعطينا كاع واش ملكنا من أجل أن الإدارة هذه تكون واقفة.